طبعا نزحنا من خان يونس، فاحنا يعني هينا هنا لقيت على البحر. احنا السقعه بتاكلنا يا عم، بخلي بدي الناس بس تحس فينا. احنا بنموت كل يوم، بنموت بدل المره مليون مره يا عم، حسوا فينا. احنا بلا مؤاخذه بنفن بالارض، بنفحر جوره عشان نفن. احنا فيش عندنا مقاومات حياه نهائيا. اطلع في ايدي هيك، طلع سمره، ليش من ايش؟ احنا ايش بنسوي؟ بنعمل قاعدين لك النار بعد معاناه كبيره. لما بنجيب الخشب ولا بنجيب بنروح على الزبل عشان نلم الوقيد عشان نولع فيه النار. وبعدين احنا فيش عندنا منظفات، الصغار عندنا اكلهم الجرب، اولادي كلهم صاروا يحكوا في بعض. عندنا فيش بنبس ولا مقاومات حياه نهائيا. احنا قاعدين بنموت يا عالم، بس حد يحس فينا وحد يطلع لنا بس بعين الرحمه والشفقه. احنا هنا في رفح الحين، احنا على البحر، احنا بدنا نغسل ايدينا، بدنا نروح على البحر في الثلج وفي السقعه وفي الشتاء واحنا في خيمتنا يعني بلا مؤاخذه. طلع في خيمتنا وطلع حالتنا. هاي بنتي عمرها سنه، هذه بنتي عمرها سنه، امن بالله ما انا قادر اجيب لها البنبس حقه 180 شيكل اليوم البنبس. هاي هالبنت ولا سننت ولا مقاومات حياه نهائيا، فيش نهائيا ولا غذاء. هذه عمرها سنة، هذه في العالم الثاني عند الغرب، هذه البنت بتكون عمرها شهرين، هذا عند العالم الثاني. أما إحنا في غزة هنا بنموت، ما حدش مدور علينا يعني، بس تطلعونا. إحنا بدنا ننظف حالنا أقل ما فيها ونقعد في بيت راحة محترم وننظف حالنا وصابونا وننظف أطفالنا اللي كلهم سمر، عينيهم من حوالين عينيهم سمر. فايش بدنا نقول؟ الحمد لله على كل حال، واحنا هنا قاعدين وصابرين. لكن احنا بدنا لكن فيش عندنا اكل زي الخلق ولا بناكل. طلع الها ساعه البطاطا، يا ريت تصورها البطاطا الها، لقيت ساعه وهي بتولع. كل دقيقه بروح بجيب شويه من الزبل عشان اولع، وهذا هي البطاطا خربت وما كناش، راح قوت يومنا نهائيا اليوم. فايش بدنا نسوي؟ ايش بدنا نقول؟ الحمد لله احنا بلزمنا يا عالم، بلزمنا بنبس، بلزمنا منظفات، بلزمنا اكل، بلزمنا لبس، بلزمنا كل شيء. كل واحد احنا يعني مش عن كل المخيم، كل المخيم محتاج كل شيء. احنا هنا بنعاني وبنموت بشكل رسمي يعني، بنموت كل يوم 100 مره. حتى في الليل ما بنقدرش ننام من قلة الاحرامات ولا من قلة الدفى من السقع، لانه ايش اللي مغطينا؟ شرشف ولا احرام ولا خشبه، ايش اللي مغطينا؟ احنا مش في مطون زي الناس ومكيفات، احنا قاعدين في ارض كلها طينه. حتى الحذاء الله يعز السامعين، الحذاء بلاقوش اليوم حقه غالي واحنا معناش نجيبه. الله يعني يلطف فينا، واحنا بنناشد اهل الخير واهل الكرم انهم يطلعونا بعين الشفقه وعين الرحمه، وطلع على اطفالنا الصغار مش لنا، احنا بدناش بس لاطفالنا الصغار. انا عندي عيلتي 7 انفار مكونه من 7 افراد، وايش بدنا نقول؟ يا رب اطلعونا بعين الشفقه، وربنا يقدر يعين الجميع ويعيننا.